اجتياز امتحانات نهاية السنة لا بد من شراء ملابس جديدة وغير مبالين بأثمانها، والأناقة عندهم من الأولويات. كون مشيت لهاش ما بالك ما كاش متفوت الجياع، باسكو زايرت روحها هاد السيمانة التالية هذه قالت لي بالسيف تشري، والمعيشة كعرف كي دايرة كلش، دونك بالسيف تشري راك عارف وسيتو البنت. نعرفوا باللي لا دات تاع البيام هاك بديت حوت ولدي شريت له منا تلاقى مع صحابه الحق زعما كان وجد روحه دير لهم لازم حاجه لبسه جديده فال دايرينها من زمان. يتسابق التلاميذ في ارتداء الثوب الجديد كي يتظاهروا امام زملائهم بحله مميزه. فوت البيام قلت لهم قول لي الضلاده تاع البيام راها قريبه، هي تفهمنا بلي تشري لي كسوه جديده بها بندخل نفوت كسوه جديده، وطلعت لي تاني المعلويات. لا فامي عطاوني هكا 600 قالوا لي شري باهي نزيدو ديروا لي كوراج راه فرحانه وكامل ما يعني شغل هما باغيين نربح. تنافس ليس من أجل الشهادة فقط، بل يقابله اللباس الجديد الذي يراه البعض أنه مريح لنفسيته والآخر يراه تباهياً.